لا أقول دبي ولا أقول بإيران ولا أقول بالكويت ولا أقول بدهوك. خلنا نقول بدهوك. دهوك هم صارت فيضانات. ما دهوك عندنا كم نائب الآن من الأخوة الكرد؟ وش قد عندنا كم وزير من الأخوة الكرد؟ رئيس جمهورية من الأخوة الكرد. ما دهوك صار بها سيول، يمكن توفوا 6 والضرروا بحدود 1500 شخص. سمعت واحد قالها؟ شنو فرق يعني بالإعلام الكردي صار حج؟ لا هسه خلينا نحكي واقع. هذه ليش ما الأخوة النواب اللي هم نواب البلد بصورة عامة، مو بس نواب البصرة؟ وإذا تريد أشرح لك عن مشروع القرنة أشرح لك يعني. لا مشروع عندك وقت؟ لا عندي وقت بس عندي غير سوالف. خلاص عندي غير سوالف اليوم. قصدي لا نستهلك وقتنا أنه بشكل شخصي. وضحت لك مو شخصي من ينهزم أحمد شايع مو شخصي. بالعباس أنا كنت مو محافظ. كنت عضو مجلس محافظة. لا بعدنا أحمد شايع ترى من السجن. اشتباك مسلح، بس اشتباك مسلح بين حمايات مستثمرين كانوا يعقدون اجتماعا داخل مبنى مجلس محافظة البصرة. وينك؟ تظاهرات ضد مدير شرطة شمال البصرة اللواء علي مشاري المحمداوي، وانتشار مقطع مصور ملف المخدرات، كشف انه مخدرات تتهرب بحبات الجوز. لزمناها هذا خوي ايجابية. واعتقال متورطين يعني البصرة. يعني احكي لك صراحة الامن الوطني. الامن الوطني هذه القضية تابعها أيه؟ يعني هذا خو إيجابية للأجهزة الأمنية. الأمن الوطني تابعها.